السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة عروض المشي في كل مكان. أنا آسف طبعا على التأخير، من بقالي كتير ما بنزلش، وبقالي كتير يعني ما بظهرش في الفيديوهات معنى صح يعني، بس الحمد لله يعني المرة دي جايب لكم إيه حاجة نضيفة كده، حاجة تشرف إن شاء الله يعني. اللي يشوف المال ده بقى يصلي على النبي كده. النهارده طبعا الجمعه، كله يصلي على النبي في التعليقات صلى الله عليه وسلم. قبل اي حاجه كده بقى ايه، اشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، واضغط لايك جميل. طبعا كله طبعا كان عارف ان انا عندي جاموس، لان ده الجاموس اللي كان عندي. الناس طبعا اللي متابعه، فانا طبعا بعتهم بقى لهم بشهر اهوت الحمد لله، وجبت العجلة دي. العجلة دي طبعا عشر خمسة، العجلة دي ما شاء الله عليها عشر خمسة، لسه لبنية. هوريها لكم برضه اهي، اهي ما شاء الله عليها يعني عجلة ما شاء الله من انضف مال يعني، ربنا يبارك. بس يا ريت اي حد يشوف المال ده يصلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي. طبعا هي لسه ما اكلتش، لسه انا لسه جاي من شويه، لسه هتفطر وكده. هي 10/5. انا عايز بس الناس ايه اللي طبعا بينزلوا الاسواق وكلام من ده وعندهم فكره يعرفوني السعر بتاع السوق ايه. عايز اعرف بس انا جايبها كويس ولا مغلوط ده ولا ايه دي. واي حد والله محتاجه من عن طريق القناه برضه، انا تحت امر اي حد عايزها تحت امر. الناس عارفه رقم التليفون بتاعي، وهقوله برضه تاني، 010-2-555-6607. اي حد محتاجه انا تحت امر والله، ما اتاخر عنه في حاجه. هي 10/5 عامه. الناس اللي كانت طبعا متابعه عندي طبعا من زمان، كان انا عندي عجلتين جاموس اخر حاجه. طبعا كان عندي عجلتين جاموس حوالي سنه ونص كده، بعتهم وقمت جايب ايه دي. طبعا هو مش بالفلوس كلها طبعا، بس انا ايه قلت اجيب ديات. انا بصراحه انا بحب البقر، انا عامه من عشاق البقر يعني. البقر بصراحه حلو وخفيف يعني، ايه بياع وحلو ما شاء الله عليه. فقلت اما اجيب حاجه ايه زي ديت، حاجه العشره برضه بتبقى مضمونه شويه قدام ربنا طبعا. بس الحاجه العشر يعني انا بستريح لها شويه عن يعني ايه عن الحاجات اللي هي اللي تحت العشر، ممكن تعشر ممكن ما تعشرش الكلام من. فانا قلت اما اجيب ديت ان شاء الله ربنا يبارك لنا فيها. سواء ان الله ربنا كرمنا وولدت عندي ماشي، حد ربنا كرمه وكان في نصيب لحد يعني عن طريق قناه برضه، ما استخسرش على حد يعني الحمد لله. وهي برضه انا جايبها بسعر كويس بالنسبه لي، انا شفت في السوق يعني بقى لي جبتها 9 ايام عيات تقريبا. على اللي انا شفته في السوق، انا شايف ان هي سعرها معقول في المتوسط، مش هقولها غاليه قوي ولا رخيصه قوي. دي كانت طبعا مع ناس اشتريناها منهم وخلصناها بالعرق برضه، والحمد لله ربنا فادانا منها. هي عامه 10/5، 10/5 نضيف يعني ما شاء الله. اي حد محتاجها برضه انا تحت امر. طبعا لسه ما فطرتش، هتفطر حالا، هعمل لها الفطار. بس انا قلت ايه اشيل شويه من السباخ اللي تحتها دي الاول، وهوريها لكم برضه في العلف حالا، الاكل والشرب والكلام من ده، بحيث ان انت لو حد حصل ليه نصيب يبقى ايه واخدها برضه وعارف ايه الدنيا. بالله الجرده اللي معلش بقى كمان مفيش حد معايا بيصور، فالتصوير هيبقى ايه؟
جرد الهوت ماشي، خلصته طبعا. بقى الجرد التاني عشان برضو ايه تاخد حقها في المية. ما شاء الله بقول لما تبقى حاجة لما تشرب مية كتير متقلقش عليها، سيبها تشرب براحتها خالص، مية حلوة ليه ان شاء الله ربنا يبارك. ده كده شربت طبعا والسلطة، وده ردة، ده ردة صافي ماشي، ده ردة صافي تمام. فطبعا انا ما بديش ردة صافي طبعا لوحدها، في علفة كده انا اعملها خلطة كده ايه ان شاء الله. الفيديو الجاي هعرفها لكم، اعمل لكم فيديو لها ان شاء الله. انا ان شاء الله باذن الله اعمله النهارده، بس انا يعني هنزله قصدي بكره او بعده باذن الله. خلطة انا عاملها جميلة جدا ان شاء الله تعجبكم. فده ردة بس هي نفسي. هيت الاكل هي برضه